هنا بقى سؤال في غاية الأهمية في الـ acute atrial fibrillation. لو حصل وجت جات لنا حالة atrial fibrillation، ادي كيس اهي تحت اهي في الـ ECG، والعيان كان hemodynamically unstable، يعني عنده severe hypotension، داخل في congestive heart failure، في acute pulmonary edema، حاجة disastrous كده. هنا بقت عملية ريسك وتوازن، اقعد ادلع في العيان واقعد استناه بقى في 3 اسابيع انتي كواجيليشن ولا اتصرف؟ هنا ملهاش حل، العيان طالما داخل في هيموداينامك انستابيليتي في الريثميا بالمنظر ده لازم وبلا تردد نعمل ايه له؟ دو ايميديت الكتريكال كارديوفيرجن. يبقى انا هنا ده اللي بيحكم. نورمالي انا ما بعملش كارديوفيرجن في الاي اف الا لما اقعده 3 اسابيع على الاقل، او يعني في حدود 3 اسابيع واظبطه الاول، وبقى بعد كده ارجع الاتريال كونتراكشن عشان في ريسك ان يكون في ثرومبس جوه او حاجه. لكن في الوضع لما في هيمودايناميك انستابيليتي حاصله مع الريثميا زي كده، ده موضوع emergency life threatening، فانا مش هقعد استنى في 3 اسابيع الاول عشان لا، الريسك هنا اكتر انه يموت من الكارثه اللي حصلت والهيمودايناميك انستابيليتي، فبعمل electrical cardioversion عشان اضمن ايه الاتريال كونتراكشن يرجع ينتظم والventricular rhythm يتظبط وانقذ هذا العيان في اللحظه دي. طبعا الايديال اللي هو يجي لي وهو ما فيهوش هيمودايناميك انستابيليتي واقدر اتحكم واعمل انتي كواجيليشن وبعدها اعمل الكارديوفيرجن ارجعه للنورمال ريد، لكن لو ما عنديش اللكجري دي لانه في هيمودايناميك انستابيليتي، قلنا هايبوتنشن كونجستيف هارت فيلير، ها الى العيان الكونشس ليفل بتاعه ضايع خالص بالنقص سيريبرال بلاد فلو، لو حاجه بالمنظر ده وريسكي على حياة العيان بنضطر نعمل ايه immediate cardioversion. هنا مش هنستنى الـ traditional therapy اللي هي anticoagulation الاول وبعد كده cardioversion، هدخل على طول بالcardioversion.